بيبقى مختلف هو حتى في طريقته هو دايما عارف اللي هو ايه، ما بيديش الاهتمام في خالص، البدايه، فظيع. يحسسك ان انت حاجه على الهامش معاه، وحتى في البدايه، وحتى لما تشتغل معاه. يعني بقول لك، انت فاكر اللقاء ده ولا مش فاكره؟ افكره بينك طبعا، وبينه يعني. فاكره. فاكره قول كويس. لنا بقى. يعني انا انضميت رحت بعد كاس العالم العسكريه دي يا اسلام مع المنتخب الاول، كابتن جوهري الله يرحمه كان في الجزائر. رحت لعبت، لا في المغرب، كان في المغرب. رحت مع المنتخب مباراه مصر والمغرب في المغرب. المباراه دي اتغلبنا فيها 1-0. رجعت من المغرب، كنت يعني لسه بدايه انضمامي للمنتخب الاول. ايوه رجعت من المغرب، خدت شنطتي وسافرت على النادي الاهلي في البرتغال، على معسكر المعسكر، النادي الاهلي. على المعسكر. داخل انت المطار وقابلته فين؟ قابلته في الفندق، في الفندق في في البداية. الريسبشن تحت. في البداية، في البداية قابلته في الفندق، ويعني سلام سلام عادي جدا جدا جدا. هلو وبدأت عارف هلو، عارف انت طريقته مديك الوش هلو. بالظبط. فهو ليه طريقة وليه شخصية بصراحة، كلنا يعني بيجبرنا على يعني على احترامه يعني، والتعامل بتاعه احنا اتعلمنا كلنا منه حاجات كتير طبعا جدا طبعا. اسلام صراحة يعني. فدي كانت البداية بالنسبة لي. هلو، رجعت من وطلعت الأوضة. قعدت خلاص. مع مين بقى أول ما رحت أول مرة؟ أنا وصلت على الفطار، كنت قاعد أنا وفضل. محمد. حصل موقف في المعسكر، كان روبرت أكوروي المهاجم المهاجم النيجيري كان النيجيري موجود. ده اللي جاب جون في ريال مدريد كان أعتقد. فضل برضو لسه كان موجود معانا، وفضل لسه طالع صغير مع الفريق، واتخانقوا هما الاثنين. فهو عمل ايه بقى عشان يعاقب الاثنين؟ مش يعاقب الاثنين، قعدهم ياكلوا مع بعض هما الاثنين قدام بعض طول المعسكر. فانا هو اليوم رحت ازاي قعدت يعني؟ معاهم. يعني هو قال لك اقعد، قال لهم الاثنين هما الاثنين يعني هما الاثنين متخانقين طول اتخانقوا، فدخلوا على بعض في الكوره. عادي بتحصل. مش هيبقى عقاب يعني، انما هو خلاهم طول فترات الاكل قاعدين مع بعض فطار قدام غدا بعض عشاء. قدام بعض، فاهم؟ هو نوع من العقاب ونوع من ان انتوا في وش بعض. اشوف بقى هتعملوا ايه. ايوه بالظبط. يعني بس رحت انت بقى معاهم، قعدت معاهم في البدايه، وخلاص دخلت بقى اجواء المعسكر. كنت قاعد مع فضل في الاوضه مع محمد. كنت قاعد، لا انا قعدت مع مين في البدايه؟ والله ما فاكر يا اسلام، كبرنا بقى مش فاكر. خلاص بقى، طب والله ما فاكر ربنا يديك البدايه كانت الصحه. مع مين يعني. انما جيت بقى دخلت الاجواء النادي الاهلي خلاص، والحمد لله. رجعنا على مباراه ريال مدريد بقى، ريال مدريد اللي كسبناه 1-0. اللي كسبناه 1-0، ودي كانت أول مرة الناس تشوف وائل جمعة بتيشيرت الأهلي. فبداية بالنسبة لي كانت 120,000 في الاستاد، ومباراة كبيرة للنادي الأهلي، وحاجة احتفالية كبيرة جدا. وأنا اللي جاي بقى أشيل دفاع النادي الأهلي، ومسؤولية كبيرة عليا. فالحمد لله تجاوزت الاختبار برضو ده بشكل كان جيد. سنة كام؟ كان 2001. 2001، اوكي. فكانت بدايه ممتازه بالنسبه لي يا اسلام، واكتسبت ثقه جمهور النادي الاهلي وحب الناس. الحمد لله بدات الناس تثق في اسمي وتثق في القدرات اللي عندي، ومن ساعتها الحمد لله الواحد ماشي بقى المسيره بتاعته مع النادي. بدات الطموحات تكبر والاصرار يزيد، وكل يوم بقى تحدي بالنسبه لي. بطلت كام باك رايت يا وائل؟ كتير، انت منهم واحد يعني. وائل يا جماعه بيمتاز بيمتاز. الوحيد اللي فلت مني احمد فتحي، ما لحقتوش للاسف. لا لا، بيلعب لسه لغايه دلوقتي. وائل عنده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بطن رجله قد كده. لا يعني مش قد كده ولا حاجه، هو الباص جامد بس. وبعدين ايوه، ما هو قد كده، عشان فالكره لما بتيجي في كل ده بتجي لك بقى، هو بيعتبرها بسيط. ايه يا عم، ما تمسك الكوره عاديه عاديه. ما تمسك يا عم الكوره. ف كانت ريال مدريد نقطة انطلاقك مع النادي الأهلي، وعرفت جمهور كل النادي الأهلي. بعد كده لعبتوا دوري وكاس أفريقيا و2002 أعتقد النادي الأهلي خد بطولة أفريقيا وما خدش دوري. فزنا بطولة أفريقيا في أول موسم ليا، أنا شاركت من دور الثمانية، كانت نهاية 2001. في الموسم ده 2001 2002 إحنا خسرنا الدوري. وفزنا بالكاس، وفزنا ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ودي كانت غايبة عن النادي الأهلي أكتر من 16 سنة يا إسلام. فبرضو كانت الحمد لله بداية ممتازة بالنسبة لي، إن إحنا ناخد بطولة أفريقيا في البداية دي. إنما على صعيد الدوري حصل مشاكل في الفترة الأخيرة، وكان مستر مانويل على ما يعني يحفظ ويشوف اللاعبين ويعرف الأسلوب ويعرف الطريقة اللي يدير بيها الامور، كان خسرنا بعض النقاط في الدوري،
ما قدرناش ان احنا نفوز بالدوري في الموسم ده. مشي هو بعد الموسم ده، دخلنا في مرحلة تجربة مدربين، جه مستر اوليفيرا توني اوليفيرا البرتغالي، وبعد كده مدرب الهولندي استمر شوية برضو ما نجحش، ثم رجع مستر مانويل وبدأت بقى المسيرة من هنا. حصل تعاقد معاك انت وتقريبا وبركات وعماد وابو تريكا وشوقي اعتقد كان من شهر شوقي جه 2005 باين؟ لا شوقي جه جه في نفس التوقيت يعني فبدأت بقى من هنا من هنا بقى بدأت الفرقة لأن 2004 بدأ بقى كل فيعني هو ده الفترة دي، والناس سمعت الكلام ده كتير. إنما بس تحب تسمعه. إنما الميزة اللي بصراحة في الجيل ده سام والمجموعة دي كلها زي ما قلت لك كلهم بدأوا من تحت قوي، بدأوا بتحدي كلهم لما وصلوا النادي الأهلي كانوا عارفين معنى النادي الأهلي وعارفين قوة واسم وتاريخ النادي الأهلي بشكل كبير جدا، وده ساعدهم على الاستمرار. انت لما توصل المكان اللي انت بتحلم بيه وبتتمناه فبتحاول تقدم وتبرز كل حاجة عشان تحافظ وتفضل موجود فيه. تمام، خلينا نروح لتويتر.